نبدأ درسنا سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. بادئين درسنا بالصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول: قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى غاية المأمول شرح ورقات الأصول، في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحضور وأن يبارك في القائمين وأن يبارك في المدرس، اللهم آمين. قال: فالواجب لغة الثابت، وقيل الساقط، واصطلاحا من حيث وصفه بالوجوب لا من حيث حقيقته. الفاء هنا بداية ذكرنا مرارا وتكرارا بأنها فاء الفصيحة، أي التي تفصح عن شرط محذوف تقديره. فإذا أردت أن تعرف تعاريف متعلقات الأحكام السابق ذكرها، فأقول لك: الواجب كذا وكذا، والمندوب كذا وكذا، والحرام كذا وكذا، إلى آخر ما سبق. فالفاء هنا فاء الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر، وهي فاء الجواب. فأقول: الواجب كذا وكذا، فالواجب مقول القول، والواجب يختلف عن الإيجاب، والحكم الشرعي هو الإيجاب، وأما الواجب فهو فعل المكلف الذي تعلق بالإيجاب. فالواجب فعل المكلف، والإيجاب خطاب الشرع، الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما يسمى إجابة، والفعل الذي تعلق به ذلك الخطاب يسمى وجوبا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. موجبات يعني أسباب الرحمة، أسألك أسباب الرحمة، وأسباب الرحمة هي التوفيق إلى طاعة الله والعمل بشرع الله سبحانه وتعالى. موجبات الرحمة الإخلاص، موجبات الرحمة بالنسبة لنا حب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. والواجب لغة الثابت، وقيل الساقط. إما أن الواجب مأخوذ من وجب وجوبا بمعنى ثبت، وإما أن يكون مأخوذا من وجب وجوبا بمعنى سقط. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، لكن الواجب الذي أخذ بمعنى الثابت منه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. لكن مصدر وجب بمعنى سقط يبقى وجبة، وجب وجبة لا وجوبا، يبقى المصدر الذي بمعنى الثابت وجب وجوبا، والذي بمعنى الساقط وجب وجبة. يقال: وجبت الإبل إذا سقطت. يبقى مصدر وجب وجوبا يبقى معناها الايه؟ الثابت.
وجب وجبة يعني ساقطة، يختلفان في المصدر. فالواجب هل هو وجب وجوبا أم وجب وجبة؟ وجب وجوبا يبقى ثبت. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، يعني الأشياء التي تثبت بها رحمة الله سبحانه وتعالى. أم وجب وجب وجبة يعني ساقطة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لغة الثابت وقيل الساقط. طيب لو قلنا إنه الثابت، نعم، لأن الواجب ثابت، ثابت من عند الله سبحانه وتعالى، ولأن الواجب أيضا ساقط. ساقط بمعنى إيه؟ يعني ساقط من جملة المعلوم، من جملة المقطوع به. على كل حال واصطلاحا، أي في اصطلاح العلماء وفي اتفاقهم من حيث وصفه، تنبه، من حيث وصفه بالوجوب، نحن عندما نتكلم على الفعل إنما نتكلم عليه باعتبار أنه متعلق بالإيجاب، لا نتكلم عن الفعل باعتبار ذاته، لأننا عرفنا الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ما سيقول لك بأن ما واقعة على فعل المكلف بالمعنى الشامل، لفعل القلب، فعل الجوارح، فعل اللسان، وهكذا. فهل دراستنا للفعل من أي ناحية؟ الفعل من حيث هو له تناولات متعددة. سأقوم الآن أصلي صلاة المغرب، هل ستكلم على هذا الفعل الذي صدر مني باعتبار حصوله في الرواق الجاوي، أو باعتبار أنه وقع في صلاة المغرب، أو باعتبار أنه فعل ممكن، أو باعتبار أنه عرض خاص بي؟ فالنظرة من أي جهة؟ أن نتكلم على هذا الفعل البشري مثلا من حيث يعني كينونته في ذاته، الصلاة، صلاة المغرب مثلا، ده فعل بشري. طب الفعل البشري ده عندما نتكلم عليه، نتكلم عليه من أي جهة؟ نتكلم عليه باعتبار أنه صار متعلقا بالإجاب، صار مربوطا بالإجاب. ولذلك قال علماؤنا في ذلك أن من حيث قد يراد به بيان الإطلاق، يبقى هذه بيسموها إيه؟ بيسموها حيثية إطلاق. وأنه لا قيد هناك، عايز يقول لك إن بس مش في هنا، لأن ليها حاجة تانية، بس احنا نتكلم بس على حيث. وأنها يعني لا اعتبار إلا بالذات من حيث هي، بغض النظر عن قيودها وصفاتها. يبقى تأتي حيث لحيثية الإطلاق، وأنه لا قيد هناك، كما في قولنا الإنسان من حيث هو إنسان، حيوان الناطق من حيث هو إنسان. فالحيثية هنا حيثية إطلاق، لأننا نتكلم على الإنسان بلا اعتبار قيد، لا باعتبار كونه أنثى، لا باعتبار كونه ذكر، لا باعتبار جنسه، لا باعتبار وطنه، لا باعتبار إقامته، لا 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 إلى آخره. فالإنسان من حيث هو إنسان، حيوان ناطق. ولذلك يقولون بأن هذه الحيثية حيثية إطلاق، لأننا نتكلم على الإنسان لا باعتبار قيد، لا باعتبار متعلق معين للإنسان من ذكورة وأنوثة وجنس ولون وصفة إلى آخر ما في هذا. ولذلك يقولون الموجود من حيث هو موجود، يعني عندما نتكلم على الموجود نتكلم من حيثية الوجود فقط، لا من حيثية أنه يعني وصف لكذا أو وصف لكذا وهكذا. وقد يراد به التقييد، يقول لك دي حيثية التقييد،
يبقى حيث الإنسان من حيث جسم يصح ويمرض، الإنسان من حيث هو جسم يصح ويمرض. يبقى الحيثية دي حيثية ايه؟ حيثية اطلاق ولا تقييد؟ لا، حيثية تقييد، لاننا نتكلم على الانسان بقيد كونه جسما، لان هذه الجسمية هي التي ترد عليها العوارض المختلفة، فهذه حيثية تقييد، يعني الانسان متكلم عليه من حيث الجسمية، ولذلك كان محلا للعوارض وكان محلا ل يعني الإصابة بالمرض والإصابة بالصحة وإلى آخره. فهذه يقولون عنها بأنها حيثية يا مشايخ تقييد. وقد تأتي الحيثية ويراد بها التعليل، النار من حيث إنها حارة، النار من حيث إنها حارة يجتنبها الناس، فهذه الحيثية حيثية يا مشايخ تعليل، يعني النار لحرارتها ولهيبها لا يلمسها أحد، وإنما يتجنبها الناس ويبتعدون عنها، ولذلك هذه الحيثية يقولون عنها حيثية تعليل، لا حيثية تقييد ولا حيثية إطلاق. والشارح هنا أشار إلى أنه ليس من الأول، اللي هو ايه الاول؟ الاطلاق، وليس من الثاني، لانه وليس من الثالث بقى، مش الثاني، لان الثالث اللي هو الايه؟ اللي هو التعليل، لانه لا موقع للتعليل في التعريف، يبقى هو ليس من الاطلاق وليس من التعليل، امال هيبقى من ايه؟ بقى من التقييد. يا شوف الناس دي بتفكر وهي بتتكلم. واصطلاحا من حيث من حيث حيث، يبقى دي حيثية يا مشايخ تقييد، لأنها ليست حيثية إطلاق، لأنه لا يتكلم على الواجب أو الفعل، الواجب من حيث هو واجب، لا، ده بيتكلم عليه من حيثية معينة، من حيثية أنه متعلق بالإيجاب، ومن حيثية أنه عبارة عن ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهكذا. طب ما ينفعش تبقى حيثية تعليل، من حيث أي لكونه، ما ينفعش، لأن التعليل لا يليق بالتعاريف، التعريف موضوعة لشرح الحقائق ولتفسير الماهية، ايه هي الماهية؟ ايه الحقيقة دي؟ يبقى نتكلم عن الواجب من حيث وصفه بالوجوب، يعني من حيث انه متعلق هذا الفعل بالإيجاب بالخطاب، لا من حيث حقيقته، ولا نتكلم عليه من حيث ذاته، لأن الذوات متعددة وكثيرة، يعني أنا مثلا أتكلم على الواجب من حيث الذات، طب أنا عندي الصلاة وعندي الصيام وعندي الزكاة وعندي الحج وعندي العمرة وعندي ترك الغيبة وترك النميمة وعندي تبليغ الدين، وكل هذه من الواجبات وهي متعددة وكثيرة، والبحث عن يعني ذات كل واحدة أمر عسير، لكننا ذهبنا إلى البحث عن الجامع المشترك بين كل هذه الأمور التي أوجبها الشرع، ما هو؟ فعرفنا أنه هو الجمع في الثواب والعقاب، يبقى لا من حيث حقيقته، لأن بقى من حيث حقيقته هيكون يا مشايخ هيكون تعريف بالحد، وهذا عسير جدا جدا. ما أي فعل
فعل يعني يا مشايخ يعني فعل بشري، أي فعل الجوارح وفعل القلب. طيب فعل الجوارح وفعل القلب، فعل الجوارح يشمل اللسان لأن اللسان جارحة أيضا، ويشمل العزم، فعل القلب يشمل العزم ويشمل القصد ويشمل الاعتقاد، لأن الواجب يتناول كل ذلك. يثاب، قال علماؤنا الثواب مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله، المراد وقوع الثواب لا إمكانه. طب هنا بقى لما قال لك يثاب، يثاب لا مبني لما لم يسمى فاعله، يثيبه الله، يثاب يعني أثابه الله سبحانه وتعالى على هذا. طب هل المراد من الثواب إمكان الثواب أم وقوع الثواب؟ إمكانه يعني أنه من حيث هو ثواب جائز عقلا أن يقع لمن يفعل هذا ولمن لا يتركه، لكن ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه يثاب يعني يحصل حقيقة على الثواب، يعني ياخد الفيزا ويحطها في المكنة ويطلع له الجنيهات المصرية، يبقى هو ده اسمه ايه؟ ده اسمه وقوع الثواب. ولا تتحط يعني ممكن انها تتحط له في الخزينة، ممكن يعني من شأنه يصلح ان يكون ذا مال، ولا هو بالفعل ذا مال، يبقى الامكان معناه الصلاحية. طب والوقوع معناه انه يحصل عليها بالفعل. طيب يثاب على فعله يعني يقع الثواب على فعل ذلك الواجب. وجرت عادة علمائنا بأنهم يتحدثون عن محترزات التعريف، يثاب على فعله خرج به الحرام، لماذا؟ لأن الحرام لا ثواب فيه على الفعل، وإنما الفعل في عقاب. والمكروه، لأن المكروه لا ثواب فيه على الفعل، أمال الفعل في عليه إيه؟ في عليه ملامة، لكن هذه الملامة لا تصل إلى حد العقاب، لأن الملامة إن وصلت إلى حد العقاب هيبقى حرام، إن وصلت إلى حد يعني غير العقاب يزعل منك واخد بالك، خلاص ده يبقى ايه؟ ده يبقى المكروه. والمباح، لان المباح لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه. ويعاقب على تركه اي يقع العقاب عليه عدلا، يقع العقاب عليه عدلا، فليس المراد مجرد الإمكان، وإلا فالواجب كذلك ممكن أن يعاقب عليه من حيث الإمكان، يعني ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، حضرتك صمت وصليت لله سبحانه وتعالى أن يجمع كل هؤلاء الطائعين ويدخلهم النار، هل هذا محال على الله؟ مش محال على الله، يجمع كل العصاة وعلى رأسهم شارون وأوباما المجرمين واخد بالك ويدخلهم الجنة، له أن يثيب من شاء وله أن يعاقب من شاء، يبقى من حيث الإمكان عقاب العاصي عقاب الطائع ممكن عقلا، وثواب العاصي ممكن عقلا، لكن احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على الوقوع على سبيل العدل. قال ان يقع العقاب عليه عدلا، فليس المراد الامكان، والا فالواجب كذلك.
خرج به يعني بقوله ويعاقب على تركه المندوب، لأن المندوب لو ترك لا عقاب في تركه. حضرتك ما صليتش الوتر لا عقاب على ترك الوتر، ما صمتش للاثنين والخميس ما كنت صايم النهارده، واخد بالك؟ ما لا عقاب. ثم حدث إشكال في التعريف فأجاب عن هذا الإشكال، قال ويكفي في صدق العقاب. قال له طيب انت بتقول يعاقب صح؟ قال له صح. طب ما هو العقاب ده كده هينافي العفو، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن كل، يعفو عن بلاش كل، يعفو عن من ترك هذا الواجب، يبقى ما تحققش العقاب صح؟ واحد جه ما صلاش لكنه مؤمن بالصلاة وهو إلى آخره، يوم القيامة ربنا عفى عنه قال له خش الجنة. ايه ده؟ ده ترك الصلاة، ده الصلاة دي يعاقب على تركها، ده ما تعاقبش، يبقى الصلاة مش واجبة. ليه؟ لأنه لم يحصل خاصية الواجب وهو العقاب، ده أصل الاعتراض كده. إن المعترض تصور أن العفو ينافي، ها ينافي العقاب، وقال إنه ما دام عفا يبقى ما دخلوش النار أهو، وما دام ما دخلوش النار على ترك الصلاة يبقى ترك الصلاة ليس فيه عقاب، وإذا لم يكن فيه عقاب يبقى هي مش واجبة. نعمل إيه؟ يلا هقول لكم نعمل إيه سوا. بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويكفي في صدق العقاب. صدق يعني إيه؟ يعني في تحقق العقاب، أن يحصل في واحد يكفي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يأتي إلى جملة التاركين للصلاة ويعفو عن الجميع إلا واحد يدخله النار، ويكون بذلك قد تحقق أن تارك الواجب قد دخل النار، فيكفي في حصول العقاب على الترك أن يحصل لشخص واحد فقط. لأن أنت بتقول وقوع، هل أنت أردت الوقوع على الواجب من حيث هو ولا على كل المكلفين ولا على واحد؟ الواحد بس كفاية، ويصدق بهذا على الواجب أنه واجب. قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، وإذا وجد العقاب وحصل على شخص واحد وعفي عن الآخرين لا ينفي أن هذا المتروك يعاقب عليه، لأنه هو ما قالش هنا في التعريف يعاقب كل تارك، قال يعاقب على تركه حتى ولو واحد. فلا يخرج من تعريفه، فلا يخرج من تعريفه، فلا يخرج هذا المعترض به من التعريف، فلا يخرج من تعريفه الواجب المعفو عنه. المعفو عنه يعني ايه؟ يعني المعفو عن تاركه، مش المعفو عن نفس الواجب، لا ده عن تارك ذلك الواجب. ولذلك شوف الكلام ده لطيف اهو، بيقول لك فلا يخرج من تعريف الواجب، الضمير عائد الى الواجب، الواجب، الواجب ده فاعل يخرج، المعفو عنه، هو في واجب معفو عنه ولا معفو عن تاركه؟ يبقى معفو عن تاركه، وإن لم يتقدم له ذكر إلا أنه مفهوم. طيب ليه؟ لأنه يكفي فيه أن يحصل لواحد فقط. طيب
قال المعفو عنه أو يريد، ده جواب آخر عن هذا الاعتراض. قال والله إحنا بنقول يعاقب مش معناه يقع، ده معناه يستحق العقاب، واستحقاق العقاب أعم من الوقوع. يعني هقول لك أنا حاجة بسيطة، عندك غلامك أو عندك ابنك الصغير، قلت له وهو في المدرسة إن لم تنجح فسوف أعاقبك، معناها إيه؟ معناها إن حضرتك بتقول له عدم نجاحك يترتب عليه العقاب، وترتب الشيء على الشيء أعم من وقوع هذا العقاب على ذلك الشخص. عايز تقول له إن الفعل ده يستحق أن يعاقب عليه، مش هو بالفعل العقاب واقع عليه، لو ما جبتش، لو لم تكن أيها الغلام أيها الفتاة لو لم تكوني من النجباء في التعليم تستحقين العقاب. زي أنت حضرتك ممكن تبقى شغال في مثلا مؤسسة ما وتبقى مستحق أن أنت تكون من هيئتها الكبرى، وممكن ما تبقاش مع أنك فكر الصلاحية وفيك 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 ولكنك لم تنصب، لكن أنت قد جمعت المواصفات التي تستحق بها هذه المرتبة ولكنك لم تحصل عليه. يبقى الاستحقاق أعم من الواقع، واخد بالك؟ ممكن يبقى في حد من الموجودين هنا صالح أنه هو يقرأ أصول الفقه أو الفقه أو اللغة أو مستحق لهذا ولكنه لا يمارس. فالاستحقاق شيء والوقوع شيء آخر. قال يترتب العقاب على تركه. يعني إيه؟ قالوا يعني إن الترك صالح لأن يكون سببا للعقاب، ده معنى كده، ده معنى آخر. كما عبر به غيره، لا عبر به غيره ماشي، فلا ينافي العفو. أيضا هذا الجواب لا ينافي العفو. وما ذكره المصنف، طب ما انتهى هنا الكلام، هيتكلم على أن يا مشايخ الإسلام التعريف على ثلاثة أنحاء، إما تعريف بالحد، وإما تعريف بالرسم، وإما تعريف بالمثال. بلك مولانا التعريف بالحد يكون بتعريف بالذاتيات، وإما أن يكون الحد تاما وإما أن يكون الحد ناقصا. الحد التام أن يكون تعريف، أن يكون التعريف بالجنس والفصل القريبين، والتعريف والحد الناقص أن يكون التعريف بالجنس البعيد مع الفصل القريب، أو بالتعريف بالفصل فقط. والرسم إما أن يكون أيضا تام وإما أن يكون ناقصا. والرسم تعريف بالعرضيات لا بالذاتيات، لأن أنا عندي التعريف بالحد تعريف بذاتيات الشيء، عندما عرفنا الإنسان قلنا بأنه حيوان ناطق، أو عندما عرفنا الإنسان قلنا بأنه جسم ناطق. طيب الحيوان اللي هو الإنسان، يعني الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية دي ذاته، ذاتي، واخد بال حضرتك؟ طب لما قلنا الحيوان، الإنسان حيوان يتحرك أو حيوان يضحك، درس، لأننا عرفناه بشيء خارج عن الذات من عوارضه. يبقى ده تعريف الايه؟ يبقى ده تعريف بالرسم، يعني بالاوصاف بالعرضيات. والتعريف بالعرضيات يسموه ايه؟ يسموه رسم.
والرسم التام تعريف بالجنس والخاصة، والناقص تعريف بالخاصة فقط. نقول مثلا الإنسان حيوان يتعجب، أو الإنسان يتعجب، تبقى كده تمام كده. طب الواجب هنا عرفنا بإيه؟ تعرفنا بصفاته، بالثواب والعقاب. الثواب والعقاب ده عبارة عن ما ترتب عليه الواجب، إما فعلا وإما تركا، إما فعلا وإما تركا. قال: وما ذكره المصنف تعريف رسمي، يعني تعريف بالإيه يا مولانا؟ بالرسم. ورسمي دي إيه؟ عبارة عن نسبة، يعني موصوفة إلى الرسم، يعني تعريف منسوب إلى الرسم. والرسم اللي هي الإيه؟ اللي هي العوارض والأوصاف. قال: وما ذكره المصنف تعريف رسمي فيصح باللازم، يعني بالأوصاف كالثواب والعقاب. وأيضا ليس القصد، ليس مقصد إمام الحرمين تعريف حقيقة الفعل الواجب. أما المقصد إيه؟ هو مقصده يتكلم على تعريف الأوصاف التي من خلالها نعرف أن هذا واجب أو هذا ليس بواجب. طيب، ده واضح جدا. لماذا؟ قال: لكثرة الأفعال الواجبة، لأن الأفعال الواجبة كثيرة ومختلفة الحقائق. حقيقة الصلاة مختلفة عن حقيقة الزكاة، عن حقيقة الصوم. إزاي بقى أنا هعرف الواجب باعتبار حقيقته؟ ده الصلاة أفعال وأقوال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية. الزكاة عبارة عن إخراج مال معلوم من حصة معلومة لأشخاص معلومين بطريق، وهكذا. فحقائق الواجبات متنوعة ومختلفة، فليس القصد أن أعرف حقائق هذه الواجبات. طيب، والمقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه هذه الحقائق المختلفة. الصلاة الواجبة، الصيام الواجب، الزكاة الواجبة، ما هو القدر الذي اشتركت فيه هذه الثلاثة؟ الثواب والعقاب. ثم بعد ذلك أجاب عما عساه أن يرد على التعريف، فقال: ولا يرد على التعريف قتال أهل بلد اتفقوا على ترك الأذان. عندنا في الفقه بيقول لك: ولو اتفق أهل بلد على ترك الأذان قوتلوا على ذلك. يعني الجماعة بتوع مدينة نصر مثلا، واخد بالك، كل الناس اللي فيها اتفقوا وتواطؤوا على ترك الأذان، يحق لرئيس الدولة، واخد بالك، ان هو يطلع سرية عسكرية. ده احنا بنقول كلام افتراضي لحسن حد ياخده من الإخوان ويلزق فيه كلام تبقى مصيبة. خلينا نقول زمان، واخد بالك، اتفق أهل بلدة من البلاد على أن لا يؤذنوا. طب ده الأذان إيه؟ قالوا ده الأذان سنة. طيب، طب اتفقوا على إيه؟ اتفقوا على ترك الأذان. قال: للإمام حينئذ أو للوالي أن يقاتلهم على ذلك. طب ما هو القتال ده عقاب. رأينا أهو إن شيء مش واجب وحصل العقاب على تركه. هنرد نقول له إيه؟ هنقول له: لا، ده المراد بالعقاب عقاب الله أو عقاب الآخرة، لأن هو ده المردود الذي يحصل في الذهن عند سماعنا لكلمة عقاب. قال:
ولا يرد على التعريف قتال أهل بلد اتفقوا على ترك الأذان أو العيدين على رأي مرجوح، لأن الرجع عدم القتال مع اعتبار السنية في كل منهما. قال وأيضا العيدين لو اتفق أهل بلدة وقرية على ألا يصلوا صلاة العيد الأضحى والعيد الفطر كان للإمام حينئذ أن يقاتلهم، وذلك ضرب من ضروب العقاب، وحينئذ فقد توفر في فعل أنه يعاقب على تركه. يعني هو لو صلى صلاة العيدين أثيب عليه، لو صلوا صلاة العيدين أثيبوا عليه، لو أذنوا أثيبوا على الأذان، لو تركوا الأذان عوقبوا عليه. يبقى هذا الاعتراض اعتراض على مانعية التعريف، فهم يريدون أن يقولوا بأن التعريف غير جامع، غير مانع، مش غير جامع، غير مانع. ليه؟ لأنه حينئذ قد دخل فيه ما ليس منه، دخل في التعريف الواجب الذي يقاتل أهله على تركه، المندوب مش الواجب، دخل المندوب الذي يقاتل التارك على تركه. وقلنا برضك ما يدخلش، ليه؟ لأن المراد من العقاب على الترك عقاب الله أو عقاب الآخرة، أو إن القتال هنا قتال لا لترك السنة، ولكن لأن الترك شمل خلفه استهتار بالشعائر الدينية، والاستهتار حرام، فلما قوتلوا إنما قوتلوا على الاستهتار، على عدم يعني تعظيم شعائر الله، على الاستهانة، فيبقى المسألة مش واردة. إيه؟ على رأي ضعيف، هو يعني مرجوح، ضعيف يعني مرجوح تفسيره. ولا رد شهادتي من واظب على ترك نوافل. قالوا طب ما هو لو ما صلاش خالص واظب على ترك الوتر، واظب على ترك قيام الليل، لا رواتب النوافل مش اي حاجة، راتب النوافل يعني العشرة اللي معلومين عندنا في الفقه، لم يصلي شيئا منها، قال طب ما هي دي نفل، ولكنه سيعاقب بأنه لا تقبل له شهادة. يبقى دخل معانا النوافل التي واظب تاركها على تركها، يبقى أيضا اعتراض على جامعية، على مانعية التعريف. ولا رد شهادتي من واظب على ترك رواتب النفل. طيب كل ده نجاوب بقى، نقول له ايه؟ هنقول له لا، ما هو خلي بالك هو قتل ايضا على ترك واجب، لأن الترك في كل النوافل يدل على الاستهانة، والاستهانة حرام، فإنما قتل على ما تضمنه الترك لا على نفس الترك، قتل على الاستهانة التي ترتبت على الترك، ترك الأذان ترتب عليه استهانة فقتل على الاستهانة، رقم اثنين ترك العيدين فيما إذا اتفق وتواطأ قتل على ذلك لأنه يستهين بشعائر الدين، من واظب على ترك النافلة كذلك لأنه يستهين بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والاستهانة بذلك مفسق. نرجع بقى نقول لك بقى، لأن المراد العقاب في الآخرة. طيب لأن المراد كما هو المتبادر من قوله ويعاقب، لأن عندما نقول ويعاقب هنفهم من عقاب الله وهو في الآخرة.
وأيضا رد الشهادة ليس بعقاب. ده الشهادة دي عبارة عن منصب يعني شرفي تشريف، فردها ليس عقوبة لك. ممكن تبقى أنت إنسان راقي جدا وتقي، ولكن تذهب إلى القاضي والقاضي يقول لك لا أنت يعني ما لا تصلح للشهادة، المرأة في بعض المسائل لا تصلح للشهادة، ده معناه أن ده عقاب لها؟ لا، لا تصلح شاهدة في عقد النكاح ليس بعقاب. ولذلك هو الشرع بيعاقب المرأة لما رفض شهادتها في بعض المواطن، لا، ولكنها إنما هي يعني وظيفة دينية وأهلية معينة، وإنما هي عدم أهلية رتبة شرعية، دي مرتبة شرعية، وهذه المرتبة لها مواصفات ولها يعني متطلبات شرعية معينة، وجدت في شخص مرحبا وهو تكليف، امتنعت من شخص ليس عقاب أن يحجب عن هذه الرتبة الشرعية. طيب، قال وإنما هو عدم رتبة شرعية، شرطها كمالات تجمع أو تجتمع من أفعال وتروك يدخل فيها الواجب وغيره. وإذا قلنا العدالة لا تقبل، وإذا قلنا العدل لا تقبل شهادته، لم يكن ذلك عقوبة، وإنما كان ذلك عبارة عن نقص درجة من درجات القبول، وليس ذلك بعقاب له، لأن الرتبة الشرعية هذه لا تحصل إلا إذا اجتمع فيه كمالات معينة. الكمالات المعينة ديت ناشئة من ترك من أفعال للواجبات، ومن ترك لأشياء معينة، ممكن يبقى ترك المكروه، ممكن فعل المندوب وهكذا. ويرادف الواجب الفرض خلافا لأبي حنيفة، والخلف لفظي. هنا يتكلم على مسألة أخرى من مسائل الكتاب، وهو العلاقة بين الواجب وبين الفرض. هل العلاقة بين الواجب وبين الفرض علاقة التباين أم علاقة الترادف؟ اختلفت الحنفية والشافعية في ذلك، فقالت الشافعية الواجب والفرض عندنا مترادفان، أي أنهما اسمان مسماهما واحد. وقالت الحنفية الواجب والفرض عندنا متباينان، فما يصدق عليه أنه فرض لا يصدق عليه أنه واجب، وما يصدق عليه أنه واجب لا يصدق عليه أنه فرض، فهذا شيء وهذا شيء. قلنا لهم يعني ما هو الضابط عندكم؟ قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، الفرض ما ثبت بدليل قطعي، ناظرين في ذلك إلى المدلول اللغوي، واصطحبوه معهم في المسألة الاصطلاحية. الواجب ما، لا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، يبقى أتكلم هنا عن الثبوت، كالكتاب والسنة المتواترة، وفعلوا ذلك تشوفا لرعاية المعنى اللغوي. قالوا ليه بقى؟ قالوا لأن الفرض مأخوذ من القطع، فرض الشيء يعني قطع وفصل، والفرض الذي ثبت بدليل قطعي فيه هذا المعنى. طب الواجب؟ قالوا الواجب عندنا ما ثبت بدليل ظني. قلنا لهم ليه؟ قالوا لأن الواجب خلي بالك من وجب وجبة يعني سقط، فالواجب فيه معنى السقوط أي ساقط عن قسم المعلوم، ولذلك الواجب عندنا ما ثبت
بدليل ظني، لأن الظني ساقط عن قسم المعلوم وساقط عن المقطوع به. قلنا لهم: نحن لا نسلم لكم أن الواجب مصدره وجب وجبة، لا يا مولانا، ده الواجب اللي عندنا وجب وجوبا يعني ثبت، أخي بالك؟ يبقى اللي انتوا بتقولوا عليه برضك مش دقيق. لما دخلنا عندكم جوه وبحثنا معكم المسألة وجدناكم رعيتم الخلاف اللغوي فأثر عندكم في المصطلح، قلنا لكم ما ذهبتم إليه ليس بدقيق. طيب، قالوا هنقول إن هو من الثابت، وحتى لو قلتم إن هو من الثابت، ما هو ثبوت الشيء لو قلنا بأنه من وجبه وجوبا يعني ثبته؟ وجوب الشيء أعم من أن يكون بظني ومن أن يكون بقطعي. فلو دخلنا معكم من مدخل احنا بنناقشهم بقى، ما هو ده مذهبنا، يعني مش هنقعد كده، مش هنخلي الحنفية يعتلوا على رؤوسنا. خليك شافع متعصب. لو قلنا ان وجب وجوبا يبقى هو من الثابت، وحينئذ الثابت اعم من ان يثبت بدليل ظني او بدليل قطعي. ولو قلنا ان هو من وجب وجبة يعني ساقط، ساقط منين؟ قال لك ساقط من قسم المعلومات. بس احنا بنقول له لا، ده الواجب ليس من الساقط ولكنه من الثابت. وكلام كوالي ذلك هنا لما وجد ودي طريقة جمع الجوامع، إن المسألة عائدة إلى اللفظ والتسمية. ليه؟ قال والله أصل المسألة اصطلاحية، يعني فيش مشكلة ولا مشاحة في الاصطلاح. اللي انت يا سيدي بتسميه عندك واجب وفرض هو بيسميه حاجة تانية، يبقى المسألة راجعة إلى خلاف في الأسماء، وإن مفيش مشكلة خالص خالص في هذا. والخلف لفظي يعني لفظي عائد إلى اللفظ والتسمية، إذ حاصله أن يثبت بقطعي، كما يعني أن ما ثبت بقطعي يسمى فرضا وما ثبت بظني يسمى واجبا وهكذا. هم بيتسموه كده وإحنا بنسميه كده، مفيش مشكلة في الكلام. والخلف لفظي، حاضر، ده كلام جمع الجوامع به الضبط. والخلف يا مولانا، والخلف لفظي. وشمل التعريف الواجب الموسع، لأن الواجب الموسع دلوقتي ده عايز آخر درس، والواجب المخير درس، والواجب على الكفاية درس، وأنا إن شاء الله هدمجه لكم في درس، يبقى عندنا ثلاث دروس فيها مولانا بدرس واحد. قال: وشمل التعريف الواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية. ايه بقى هو الواجب الموسع يا اخوانا؟ صلوا على سيدنا رسول الله. الفعل الواجب مع الوقت على ثلاثة أنحاء. الواجب الموسع، هذا الواجب موسع؟ لا، موسع وقته، فهو علاقة ما بين الفعل المتصف بالوجوب وما بين الوقت. الوقت مع الفعل على ثلاثة أنحاء: إما أن يكون الفعل مساويا للوقت ابتداء وانتهاء، وإما أن يكون الوقت أوسع من الفعل الواجب، وإما أن يكون الوقت أضيق من الفعل. طيب، عندنا ثلاثة هم: واجب مضيق يسموا بقى الواجب إذا كان الفعل على قدر الزمان يسمى واجبا مضيقا، الفعل قد الزمن والزمن قد الفعل، يبقى واجب مقيد. يعني يا مولانا قد يعني لا أستطيع أن أفعل في هذا الزمان غير هذا الفعل،
طب ممكن مثال حتى يتضح به المقال؟ صيام رمضان بالصلاة على سيدنا النبي، بتصوموا ولا ما بتصوموش؟ ايه ده؟ ده الولاد ما بيصوموش يا مولانا. بتصوموا ولا لا يا مشايخ؟ بتصوم؟ امال مش عايز تقول بتصوم ليه؟ اصل يا مولانا خايف ان يدخلها الرياء. لا، الواجب ما بيخشوش رياء، ده امر محتم عليك لزومي، انت هتمن بيه على حد، ما بيخشوش رياء يا مولانا. لان احنا شرحنا، خلي بالك، 40 نووية في التسعينات ايضا من الكتب التي قمنا بشرحها للناس، وكنا بنحفظ جامع العلوم والحكم لابن رجب ونطلع فوق المنابر نخطب بيه. الكلام ده سنة كام يا مولانا؟ في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. يعني المعترضون كانوا نسيا منسيا، صح يا موسى؟ الثمانينات والتسعينات وكنا شباب عندنا نشاط أكتر من موسى، واخد بالك؟ بس ما لقيناش في فترة معينة من يهتم بنا كاهتمامنا بكم. يبقى مولانا عندنا صوم رمضان، صوم رمضان زمن معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لا أستطيع أن أدخل مع صوم رمضان صيام آخر، لأن الزمن انصرف إلى هذا الاسم والمسمى وهو رمضان، فلا ينصرف إلى غيره لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل. يبقى الزمن على قدر رمضان، على قدر الصيام، الشهر كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا أستطيع أن أدخل معه صيام آخر. صوم نذر معرفش، اثنين وخميس معرفش. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه واجب مضيق. يعني إيه مضيق؟ يعني مضيق في وقته لا يسع غيره، لأن الزمان يساوي الفعل. وقد يكون الزمن المجعول للعبادة أقل من العبادة. يعني العبادة على سبيل المثال، وده مش موجود، دي مسألة نظرية وتكلم فيها العلماء، خد بالك، ومنعها وأحالها المعتزلة وأجازها الأشاعرة أهل السنة والجماعة، والوهابية مش منهم، خلي بالك، ومن أدخلهم منهم فإنما إدخال سياسي مش إدخال حقيقي. معلش، للدين رب يحميه وللمنهج رب يكفيه. فنبص نلاقي إن الزمن أقل من العبادة، يعني مثلا ركعتين، أقل ما توقع الركعتين في الوقت دقيقتين. يجي الشرع يقول لك إيه؟ جعلت لهذه الركعتين نصف دقيقة، بحيث إنك تدخل الركعتين في النصف دقيقة ولا تكمل عليهما. لا، ده مسألة إيه؟ إدخال الموسع في المضيق، وهذا محال. فهل ممكن إن ربنا يخاطبنا بهذا؟ جت المعتزلة وقالت لا يمكن. طيب يا جماعة معتزلة، لماذا منعتم؟ قالوا منعنا من أجل أنه لا فائدة فيه. إيه فائدته؟ ده هيبقى عبث، والعبث ممنوع على الشارع الحكيم. كيف يكلفك بشيء لا تكون الفائدة منه إيقاع العبادة؟ دي ركعتين في 30 ثانية، على أساس أن تدخل الركعتين جوه 30 ثانية؟ ده محال، لأن ده إدخال للموسع في المضيق. يعني مثلا 5 من دول ينفعوا يخشوا في القميص اللي أنا لابسه ده؟
على حاله، لأنه ممكن يقول لك يجوز، ولكن مع توسيع المضيق وتضييق الموسع. مش هي الحقيقة اللي احنا بنتكلم فيها؟ ده اللي بيقول الكلام ده يبقى أهبل. لا، ده على بقاء المضيق على ضيقه والموسع على توسعته. خمسة من الناس اللي قاعدة دي كلها هل يمكن انها تدخل في هذا الجلباب المضيق؟ لا. فلما اقول لك يلبس كل من في هذا المكان هذا الجلباب في وقت واحد، يبقى ده ايه؟ ده ادخال الموسع في المضيق. طب ايه فايدته؟ المعتزلة لما تأملوا بيقولوا اصلا عندهم ان فايدة العبادة والامر بها هو الامتثال. السادة الأشاعرة وهم أهل السنة والجماعة قالوا الفائدة هي الابتلاء والاختبار. إننا أقول لكم البسوها كلها في وقت واحد، لو أنتم بقى عايزين تطيعوا هتعملوا إيه؟ هتجيبوا الجلابية وهتقفوا كده وتقولوا يلا نحاول يا أخوانا، أول ما نقول نحاول يبقى أنت ابتليت في إيه يا مولانا؟ ابتليت في إرادة الامتثال. جبت الجلابية وحطيتها وهنخش يلا يا موسى. ده انت عندك نية تمتثل. كأن ربنا سبحانه وتعالى قال للمقطوع يديه وللمقطوع قدمه توضأ واغسل أعضاءك بالماء بما فيهم الإيدين المقطوعة، وما المقطوعة راحت خلاص، والرجلين المقطوعة. طب ده المحل ذهب، طب هغسل ازاي؟ لو انت عايز بقى هتعمل ايه؟ هتجيب المية وتحطها وتبدأ. يبقى ساعتها يأتيك رفع التكليف. يبقى اختبرت في أدوات الامتثال. انت عندك نية، عندك إقبال، وإن لم يكن المحل المأمور به موجود. فأجازه عقلا الأشاعرة وقالوا فائدته الابتلاء بالامتثال. هيحاسب على أخذ الأسباب، إحضار الماء وإلى آخر. المعتزلة قالوا لا يجوز عقلا، لأنه فين فائدته؟ ده فائدة التكليف الامتثال، صلي أو ما الله أكبر هي ده. طب احنا قلنا له لا، ده الفائدة إني أنا بختبره بشوف عنده إرادة للامتثال أم لا. وعندي واجب اسمه وقته أوسع من فعله كصلاة العشاء. صلاة العشاء مع وقت العشاء، صلاة العشاء مش هتاخد دقيقتين، أربع مرات الفتحة خلصت في دقيقتين. يعني في الساعة تقدر تعمل كام؟ أقدر أصلي 15 مرة. طيب في الثمان ساعات 90 مرة. يعني وقت العشاء أستطيع أن أوقع صلاة العشاء بأقل ما يمكن كم مرة؟ 120 مرة. لأن الساعة هتاخد مني كام؟ هتاخد مني 30 في 8 ب 240، يبقى استطيع ان انا اؤدي 240 مره الصلاه في الوقت ده. يبقى سمى ايه؟ سمى واجب موسع، لان الوقت اوسع من العباده. والواجب الموسع في خمسه مذاهب، في المنهاج وفي جمع الجوامع تفصيلها. طب الواجب الموسع دخل معانا ولا ما دخلش؟ لانه لو تركت صلاة العشاء في كل هذا الوقت يصدق عليها أنها يثاب على فعلها ويعاقب على تركه. حضرتك خليت وقت صلاة العشاء من الصلاة هتعاقب، صح كده؟ طب صليت هتثاب. يبقى الواجب الموسع اهو. طب والمضيق؟ المضيق دخل معانا، واخد بالك؟ مش محتاج. ولذلك هو يعني تكلم على الموسع
لأنه يحتاج إلى تنبيه على دخولي، لأن أنا أستطيع أن أنا أتركه في الوحدة الأولى من الزمان والثانية والثالثة، لكن لا أستطيع أن أنا أخرج وأخلي الوقت كله عن صلاة العشاء. الواجب المخير، الواجب المخير أيضا معناه أن ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بخصلة من ضمن جملة خصال معلومة. يقول لك على سبيل المثال: فكفارته اليمين إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهذا المسمى بالإيه؟ واجب مخير. الواجب نفسه مش مخير في ذاته، إنما مخير في أفراده، يعني واجب مخير في أفراده، بمعنى أنك لو لم تفعل خصلة من هذه الخصال عوقبت على هذا الواجب، ولو فعلت خصلة واحدة أثبت عليها. فيصدق على الواجب المخير في أفراده أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والعقاب على الترك أي إذا ترك خصلة، إذا ترك الخصال جميعها، لأن ترك جميع الخصال يتحقق فيه ترك الخصلة المأمور بها. والواجب على الكفاية، الواجب على الكفاية إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقيين، ولذلك قالوا بأنه يعني محتم يطلب حصوله لا من كل ذات على انفرادها. طيب، والواجب على الكفاية زي صلاة الجنازة، لو لم يفعلها أحد من الناس آثم الجميع، ولو فعلها واحد أثيب ذلك الواحد عليها. فيصدق أيضا عليه التعريف بكل بساطة. وأما ما قاله أصحابنا في باب الحج من أن الواجب، هو يتكلم هنا على أن الأصحاب أي أصحابنا الشافعية قد فرقوا بين الواجب وبين غيره في بعض المواطن، بس ده تفريق ما بين الواجب وما بين الركن، مش ما بين الواجب وما بين الفرض، أو لعل الركن والفرض عنده في هذا مترادف. قالوا: طب ما أصحابهم، مش أنت بتقول والواجب والفرض عندنا ما يعني مترادفان خلافا للحنفية؟ بعضهم قال: لا، الشافعية أيضا فرق بين الواجب وبين الفرض أو الركن في باب الحج، وقالوا: الواجب ما ترك ما جبر تركه بدم، والركن ما لم يجبر. طب ما هو فرق ما بين الركن اللي هو الفرض، يعني ما هو فرقه ما بين الفرض وما بين الركن؟ قال لي: لا، دي بقى الأمر آخر بعيدة خالص عن مسألة الأصول. قال: وأما ما قاله أصحابنا في باب الحج من أن الواجب، قالوا كده، الواجب ما جبر تركه بدم، يعني حضرتك مثلا لو تركت واجبا كالإحرام من الميقات، أو لبس المخيط، أو لبست المخيط، ما هو الواجب إيه؟ الواجب إنك أنت ما تلبس المخيط المحيط، الواجب إن أنت ما ترتكبش أي محرم من المحظورات، فلو تركت ذلك فإنه حينئذ يجبر ذلك بدم. والركن ما لم يجبر، لأن الركن لا بد من فعله، وركن الحج أركان الحج 6، فتفرقة بين الركن والواجب. قال: لا، الفرض هنا عندنا مش هو الركن، ده الفرض حاجة والركن حاجة تانية خالص. هنا فرقت ما بين الفرض وما بين الركن، مش ما بين الفرض والركن، وليس ما بين الفرض وما بين الواجب والفرض. أنت هنا فرقت بين الركن والواجب، وليس بين الفرض والواجب. ولا نسلم على هذا أن الركن هو الفرض، أو ده اصطلاح آخر يا أخوانا، ده باعتبار الاصطلاح الفقهي
مش الاصطلاح الأصولي، لأن هو حتى في الوضوء هيقول لك وأركان الوضوء وقيل فروض الوضوء، فعندنا الفرض هو الركن والركن هو الفرض، لكن التفرقة بينهما باعتبار أمر فقهي لا علاقة له بالأصول. وكذلك ما حكى الشيخان عن العبادي في من قال الطلاق واجب علي تطلق، لو قال كده الطلاق واجب يعني ثابت ومحتم وواقع علي تطلق مراته، طب لو قال فرض الطلاق فرض علي قالوا لا تطلق. طب ما هنا هو فرق ما بين الفرض وما بين الايه وما بين الواجب، قالوا ايضا هذه التفرقة مرجعها الى العرف لا الى كلام الاصوليين واصطلاح الاصوليين. لا تطلق لعدم ترادفهما، لان اللي هو قال هنا تطلق وهنا لا تطلق، بيقول في من قال واجب علي لا تطلق لعدم، ليس لعدم ترادفهما، يعني قضية أنها تطلق في هذا ولا تطلق في هذا ليس سبب عدم الترادف، لكن ده سبب أمر عرفي إن الطلاق ده أيمان، والأيمان كما يقول هنا مبنية على العرف، والذي حكم بوقوع هذا وعدم وقوع هذا والعرف واستعمال الناس، صار استعمال الناس مشهورا في الطلاق واجب بمعنى أنه يقع، والطلاق فرض لم يستعمله الناس في التطليق استعمالا واسعا شائعا، بل لاقتضاء العرف ذلك، وهذا أمر خارج عن الاصطلاح الأصولي. طيب كتاب بدأ كتاب سهل أوي للدرجة دي ليه؟ واحد بيقرأ الكتاب وحاسس أنه بيطير. قال والمندوب لغة المدعو إليه، وقلنا لغة دي فيها عدة أعاريب، إما أن تعرب أنها على نزع الخافض، وإما أن تعرب على أنها حال، وإما أن تعرب على أنها تمييز وإلى آخره. المدعو إليه لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يندبهم يعني يدعوهم، فالندب جاي منين؟ من الدعاء، انت مندوب. وبكره نكمل بكره الخميس اللي جاي نكمل المندوب.